إذا اغتسل الإنسان ثم لمس عورته فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، يعني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان للشهوة فإنه ينقض الوضوء، لأن بهذا التفصيل تجتمع الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك، أي جزء منك، ومس الإنسان جزءا من نفسه لا يعتبر من أقدر الوضوء، فهو كما لو مس رجله بيده فإن وضوءه لا ينتقض. والحديث الآخر حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر. والجمع بينه وبين الحديث الأول أن يقال إن مسه الإنسان لشهوة فإنه يخالف مس بقية الأعضاء فينتقض وضوءه، وأما إذا مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوء. وليعلم أن المس هو المس بلا حائل، هو المس بلا حائل، أما إذا كان ماء حائل فإن ذلك لا يعد مسا فلا ينقض وضوء، حتى لو كان شهوة فإنه لا ينقض وضوء إلا إذا خرج منه ما يوجب الوضوء.